اهلا بيكم في حكمة في قصة. النهاردة هنشوف القصة بتاعتنا ايه والحكمة اللي هنستفاد منها ايه. يقال في القصة دي ان كان في واحد فلاح، رجل فلاح غلبان، يا دوبك عنده بقرة ياخدها يرعى بيها عند الشط الترعة كده تاكل ومش عارف ايه. فكانت هي دي كل راس مال، كان بتجيب لبن ومراته تقعد تعمل من اللبن الجبنة والزبدة والحاجات دي، ودوبك يبيع الحاجات دي. المهم المرة اتفق مع بقال بتاع القرية. البقال ده على فكرة بيسموا البقال بدال، كانوا زمان بيسموه بدال. اتفق مع البقال ان هو يجيب له اللبن وياخد منه احتياجاته، صابون وحاجات كده والاكل بتاع البقالة. المهم الراجل اتعود ان يجيب له مثلا 5 كيلو لبن وياخد بيهم حاجات كل فترة كده. فجي الراجل البقال قال له لا انا مش هاخد منك بعد كده، انت راجل مش تمام وميزانك مش حلو. قال له ازاي؟ قال له انا وزنت اللبن بعد ما جبته لي لقيته نقص، مش كيلو. قال له معلش سامحني، انا ما عنديش ميزان، انا خدت منك كيلو سكر وعامل خشبتين وحبلين كده وبحط الكيلو السكر قدامه اللبن، فهو الكيلو بتاعك هو اللي انا بوزن بيه. فهمته مغزى القصة؟ الكيل الذي تكيلون به يكال ايضا لكم، فخلي بالكم من ميزانكم. دكتور عادل ابراهيم، صباحكم فل.